لاحظوا يا جماعة ان باقي دقيقة ونص ونخلص الشغل بتاعنا. كلنا مع بعض ضع القلم، ضع القلم، ضع القلم. كل قائد مجموعة تتفضل، أول مجموعة فين القائد بتاعها؟ هو مين؟ ده اعتقاد خاطئ طبعا، لان البوز بينمو في البيئه المائيه. اتفضلوا يا جماعه نحييها بسرعه. تاني مجموعه. لان طبعا دلوقتي موجود خيوط النايلون والسلوفان والبلاستيك ودي المنتشره في الغالب، فبالتالي ده اللي بيعرض الصناعه للانقراض. شكرا خالص، نحييها يا جماعه. المجموعه الثالثه تتفضل بسرعه. المكتسبات هي ان الحقيقه ان الخيزران لا يحتاج الى الالات. الخطا في اعتقاد الناس بان الخيزران يحتاج الى الات. السؤال هو لماذا يفضل نقع الخيزران عمال لمده نصف ساعه؟ حتى يلين ولا ينكسر اثناء العمل، فبالتالي يسهل العمل به. شكرا خالص، نحييها يا جماعه. اخر مجموعه تتفضل. المكتسبات شكرا. حيوا يا جماعه.